اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم وأعرب لكم عن جزيل شكري وامتناني لحضوركم فعالية اليوم القطري للسكان 2024. يسرني أن ألتقي بكم اليوم في هذه المناسبة الكريمة التي نرفع خلالها شعار تكريم كبار القدر باعتبارهم عماد نهضتنا الحديثة وآباؤنا وأمهاتنا الذين نسأل الله أن يرفع درجاتنا ببرهم ويزيد قدرهم رفعة وعلوا.